بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره. عاملين وصفتين سهلين قوي. اول وصفه هنعمل عجه البيض. وصفه ظريفه ومن الوصفات بجد الصيفيه، يعني ما بتاخدش وقت وفيها بروتين اللي هو البيض، وسهله وكل الناس بتحبها. يعني وصفه ظريفه اقول لكم عليها تعملوها ازاي، هتنبسطوا منها جدا. الوصفة التانية هنستخدم بواقي العيش الفينو ونعمل عيش كده بالزبدة والفواكه والشوكولاتة، خطير. هنستغله واقول لكم تعملوه ازاي، تحمصوه كده. بصوا هنعمله بطريقة كأنك كلتي حاجة فخمة جدا في اغلى كافيه، وهو سهل قوي تعمل في البيت ببواقي العيش الفينو. العيال ياكلوا حاجة حلوة ظريفة جدا بدل ما نجيب حاجات حلوة من بره. ان شاء الله يا رب الحلقة تعجبكم. فاصل بسرعة ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل العجة بتاعت البيض، عجة البيض. خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفة دلوقتي، صينية العجة بالبيض. وصفة ظريفة وسهلة صيفية ما بتاخدش وقت، فيها البيض اللي هو بروتين يعني مغذية، وبتخلص قوام وكل الناس بتحبها. ان شاء الله تجربيها بالطريقة دي تعجبكم. بص انا معايا تقريبا 5 بيضات، وحسب بقى انتوا عدد الاسرة قد ايه. عايزين تستخدمي 3 بيضات، تستخدمي بيضتين، تستخدمي اكتر من 5 بيضات، 6 7، حسب بقى ايه انتوا عددكم قد ايه وكمية الحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها قد ايه. احنا هوريكم شوية المكونات اللي معايا وهستخدم لهم 5 بيضات. معايا 1/2 كوباية من اللبن، ممكن نزود اللبن شوية، ممكن نوصله لكوباية. معانا 1 كوباية دقيق، معانا 1/2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معانا 1/4 كوباية زيت، ملح وفلفل وبابريكا، فلفلية رومي متوسطة الحجم كده متقطعة حتت صغيرة، طماطماية برضو كبيرة كده حلوة، او ممكن طماطمايتين لو الطماطم مش كبيرة عندك ونقطعها حتت صغيرة. معانا كمان بصل اخضر متقطع حلقات، معانا 1/4 كوباية من الزيتون الاسود مكعبات بقى او شرايح براحتك، معانا كمان 1/2 كوباية من الجبنة الفتة يعني متقطعة مكعبات، هي كده كده هتتقلب معاهم وهتتهرس يعني، تمام. ومعانا برضو ايه شوية من الجبنة الشيدر، ممكن 1/2 كوباية برضو او حتى 2 معلقة كبار من الجبنة الشيدر وبس. عندك جبنة شيدر ومش عايزة تحطي جبنة فتة اوكي، ما عندكيش جبنة شيدر عايزة تحطي فتة بس اوكي، زي ما تحبي مفيش مشكلة. مش عايزة تحطي جبنة خالص براحتك، بس الجبنة طبعا مع العجة كده بيبقى طعمها لذيذ، بتدي حدوقية كده ولذاذة في الطعم، تمام. انا معايا هنا البولة، اول حاجة هعملها هاخد البيض واكسره. 5 بيضات، 1 2 3 بصوا يعني 4، واخر بيضة 5. 5 بيضات نضربهم كده كويس قوي كده 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 كده. ونبتدي نحط البصل الاخضر، الفلفل الرومي الاخضر، الطماطم، الزيتون، بصوا كل المكونات الظريفة دي كده مع بعض. هنحط الجبنة، حتت كده من الجبنة الفتة هتتقلب معاهم كده هتدي طعم في العجة ايه خطير. ومعانا برضو شوية جبنة شيدر كده، كمية الجبن حسب اللي عندك في البيت وحسب المكونات اللي انت عايزة تحطيها، مفيش مشكلة يعني، مفيش مقدار محدد كده. معانا بقى اللبن، هنحط معانا كمان الدقيق، هنحط البيكنج باودر على الدقيق. ومعايا اللبن، هحط اللبن الاول، تقريبا 1 كوباية لبن. هحط رشة بابريكا خفيفة قوي
نص معلقة صغيرة من البابريكا، ملح وفلفل، كله كده ايه على البارد مع بعضه. والدقيق حطينا عليه البيكنج باودر، هنقلب كده البيكنج باودر ونحط كوباية الدقيق ونقلبها كده معاهم بس كده. هي دي كده العجة، وهنحطها في صينية وندخلها الفرن. بس الجبنة الفتة دي ننزلها كده، بس كده خطيرة يا جماعة، تنبسطوا منها قوي. انا معايا الطاجن الظريف ده، هناخد العجة ونحطها فيه. بسم الله، بس كده. فرن سخن درجة حرارة 180، هندخل الطاجن اللذيذ ده اهو بنفس شكله ده من غير ما نعمل له اي حاجة. عايزين ترشوا شوية جبنة من فوق مفيش مشكلة، بس انا مش هحط، انا مستكفية بالجبنة اللي جوه العجة نفسها. فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص تقريبا 20 دقيقة، 25 دقيقة، هتلاقي شكلها استوى. بنختبرها زي الكيك بالظبط، بخلة شيش طاووق مثلا او بسكينة او حاجة تغرسيها فيها، لقيتيها طالعة نظيفة معاكي يعني هي استوت وبقت جاهزة للاكل على طول، خطيرة. قطعيها بقى مثلثات، قطعيها مربعات، تتحط في العيش البلدي، تتغمس، تتاكل حاف، لذيذة جدا، طعمها تحفة. وزي ما شفتوا احنا حاطين كلها خضروات لذيذة، مش حاطين خضروات ورقية ولا حاطة بقى بقدونس وشبت والحاجات دي مش بنحطها، هي بس كده تحفة. جربوها بالطريقة دي، ممكن تحطوا لها حتت من الهوت دوج، ممكن تحطوا لها حتت من اللحمة المفرومة، شوية لحمة مفرومة مثلا كده مع الخليط برضو هتبقى ظريفة جدا، هتخلي التيست بتاع العجة حلو قوي. اي اضافات عايزة تحطيها هتنفع وبس. وبالهنا والشفا، خطيرة. صلصة سمورة جبتها لكم اهي لذيذة جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. انا هدخل دي الفرن ونروح فاصل، ونرجع بعد الفاصل نستغل العيش الفينو البيت نعمل بيه حاجة حلوة لذيذة جدا. خليكم معانا. هنستغل العيش الفينو البايت نعمل بيه حاجه حلوه كده زي الفرنش توست، بس بلا توست بقى بلا بتاع. العيش الفينو بتاعنا حلو والله، والله ماشي حلو وهتلاقوه ظريف جدا. انا جايبه عيش فينو، كل اللي انا عملته ايه، ان انا شلت الظهر كده وروقته يعني قطعته كده نصين، يعني بصوا كده ده اهو العيش اهو، بصوا انا عملت فيه ايه، شحورته شويه، بصوا كده شلت كل بالسكينه كده علشان يبقى اللبابه بتاعته هي اللي باينه اكتر، فاهمين قصدي؟ وعادي خالص مش هينفع يتعمل فيه سندوتشات ولا حاجه وتلاقيه بيفصل منك، فنقوم احنا عاملينه بقى ايه، مظبطينه بالشكل ده. ومعانا شويه مكونات عاديه قوي، معانا مكعب زبده، معايا بقى فاكهه، معايا شوكولاته قابله للدهن. الفاكهه اللي معايا كيوي، موز، توت، تمام. عايزين تحطوا كريز، عايزين تحطوا عنب، يعني كل الكلام ده ليه علاقه بذوقكم انتوا، عندك فاكهه ايه تحبي تحطيها على العيش. وطبعا الشوكولاته القابله للدهن احنا عملناها مع بعض في الخلاط، هتلاقوا الوصفه على اليوتيوب، وصفه سهله جدا تعملي احلى شوكولاته سبريد في البيت. او لو انت في نوع معين من الشوكولاته السبريد مثلا من المنتجات المصريه بتاعتنا الحلوه بتحبيه، ممكن تستخدميه على طول على العيش، هيبقى ظريف قوي. انا معايا طاسه سخنه اهو، او مش سخنه يعني هي دافيه لسه، انا مشغله النار عليها حالا. هحط كده ايه، مكعبين من الزبده بالشكل ده، عايزاهم بس كده ايه يسيحوا علشان احط العيش وابتدي بقى ايه اديله تحميصه خفيفه كده ولون حلو مع الزبده. بصوا الزبده كده ايه تسيح زي ما بيعملوا في الفرنش توست، بس طبعا الفرنش توست بيبقى فيه بيض بقى بيتضرب وعليه فانيليا مع لبن ونغطس التوست. نقدر نعمل كده برضو في ده عادي جدا، يعني نغطسه فيها ونحطه برضو على الزبده على النار، لكن انا هديله تحميصه خفيفه وهو كده، واخدين بالكم هتبقى حلوه قوي. ادي الزبده اهو كده، هاخد العيش احطه كده على وشه بهذا الشكل الظريف كده اهو، لغايه لما ياخد له كده ايه لون ظريف. لما ياخد لون حلو هيبقى شبه العيش اللي معايا ده. هاتي قلنا كده قصاصه نوره اهو،
هيبقى واخد اللون كده ايه المكرمل اللذيذ، الزبده هتبقى مدياله لون حلو كده. في اوبشن تاني غير كده، لو عايزه تعمليه انصاص العيش دي تدخليها الفرن تتحمص، ولما تخرج من الفرن بالسكينه او بالشوكه تمرري عليها كده الزبده، بس هتنفع، هتبقى نفس الحكايه ساعتها العيش هيبقى محمص وسخن، فلما تمرري عليه مكعب زبده هتسيح الزبده شويه، الزبده هيسيحوا ويخشوا في العيش والعيش يتشربهم ويعملوا طعم ظريف جدا ليه برضو. يا اما كده يا اما زي ما انا عامله كده دلوقتي، بصوا اهو، بصوا يبتدي ايه يشرب كده من الزبده وياخد له تحميصه في الطاسه على النار. لما ياخد له التحميصه الحلوه دي يبقى زي اللي معايا قدامي على الكاونتر هنا، معانا بقى شوكولاته قابله للدهن اهو، ناخد كده معلقه، لا ولا سكينه هنا اشيك، اه ناخد كده من الشوكولاته بصوا ونحط على التوست المحمص الظريف اللي فيه زبده ده كده بالشكل الحلو ده اهو. ادي اول واحد، نعمل واحد كمان، وبعد كده بقى بنقطع الموز، نقطع الكيوي، نحط، عايزه تحطي اي نوع فاكهه براحتك، براحتك خالص، عايزين تاكلوه كده لوحده من غير اي فاكهه ولا حاجه خالص برضو براحتكم، بيبقى ظريف جدا. انا ممكن بقى ايه اجيب السكينه، لا ما السكينه جنبها انا كنت ناسيه، ونحط القرمه اللذيذه دي ونشوف بقى ايه الموز كده. اخبارك ايه يا عيش؟ لسه شويه. ناخد كده بقى ايه مثلا شرايح كده من الموز بالورب كده، كنت شفت واحده في فيديو عملت الشرايح الموز دي على شكل قلب، مش عارفه اجربها، نجربها والله ايه المشكله يعني، يعني ليه كده يا استاذه سمر؟ يا استاذه سمر قالت كلمه عميقه، قالت ليه يا استاذه مروه قلوب، القلوب متداس عليها، يا يا استاذه سمر قطعتي قلبي. خلينا اشوف بس هي هتنفع ولا هتبوظ. الست هي عملت ازاي؟ اه بصوا يعني هي، طب ما تجيبي بقى اللي انا بعمله ده عشان ان شاء الله تنجح. بصوا كده عملتها كده، وبعد كده راحت مشقلبه، هي شقلبه حاجه، استنوا انا هفتكر اهو، بصوا الهارت اهو، القلب اهو، بس هو قلب لا حول ولا قوه الا بالله، اهو بصوا باين ازاي، هو ده اللي انا اقصده، شايفين القلب اهو يا استاذه سمر، القلب والعيش اتحمص اهو بقى لذيذ، هاتيه لنا في الطاسه، بص خطير. ناخد لنا واحده كيوي برضو كده نقطعها، اخ بس كده. ناخد ممكن الموزه الحلوه دي بعد ما عملناها شكل قلب، احنا ادينا بنلعب يعني كده، وهنا طبعا احنا مكلفين وصارفين يا جماعه، وعندنا توت عشان تعرفوا بس ان احنا ايه برنامج فييس، مش هتلاقوا في برامج فييسه كده لعلمكم. بصوا اهو توت وكيوي وموز، يعني ايه الموضوع، مش الموضوع مش عادي، لا في صرف. كده والكيوي كده تحس انه عايز فراوله، بس احنا ما لقيناش فراوله بقى. بصوا بشوفوا اللذاذه، تحس ان انتوا بتاكلوا واحده اكلير كده، مش عيش فينو يا عيني غلبان بايت ومحدش راضي يعبره، لا تحس ان انتوا بتاكلوا حته اكلير كده، وهتلاقوها بقى كرانشي، عارفين انت الحركه دي مع الشوكولاته مع الفاكهه اللي احنا حاطينها فوق بتاع كده. يا استاذه سمر ماشي يا استاذه سمر، ماشي يا استاذه سمر. انا هحطهم في الطبق ده كده، بصوا بصوا، والله والله حته اكلير، لا هاتي هاتيلي بقى اللي انا عملته ده. ايوه يا استاذه، والله كنت ظلمتك، ظلمتك بقى، انا اسفه والله يا استاذه، لسه كنت هقول، لكن انتي جبتيه على طول، شايفين الشياكه، وعايز فراوله بقى او عنب احمر مثلا او حاجه حمراء، يعني اي حاجه حمراء حطوها. خطيره والله، هتحسوا ان انتوا بتاكلوا اكلير من العيش الغلبان اللي محدش راضي يجي جنبه.
الحلقه خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه العجه بالبيض، وصفه حلوه سهله ما تاخدش وقت، طعمها لذيذ، تنفع في الغدا، تنفع في العشاء، تنفع واحنا رايحين النادي ناخدها معانا. بس لو انت رايحه النادي يبقى اعمليها في قالب الانجليش كيك عشان تبقى متقطعه زي التوست كده، فالعيال ما يقولكيش ايه ده يا ماما، لا يعني ياكلوها وهم برضو حاسين بان في برستيجهم ما راحش في داهيه، يعني عادي ماسكين العجه وبياكلوها في النادي مفيش مشكله خالص. تمام. الوصفه الثانيه عملنا الحاجه الحلوه دي بالعيش البايت، شبه الاكلير كده وكرانشي وفيها فواكه وشوكولاته، اخر لذيذه ان شاء الله تجربوها وبالهنا والشفاء. انا بشكركم والله العظيم بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار. باي باي.